أول هجوم إيراني رسمي بعشرات الصواريخ ضد إسرائيل هكذا قرأت إسرائيل الرد الصاروخية على مواقع الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل إنه أول هجوم إيراني رسمي ضد إسرائيل وهذا مهم جدا وهذه أيضا نقطة تحول بكل معنى الكلمة وفيما سرع المستويان السياسي والعسكري في اسرائيل الى تحميل ايران مسؤوليه الهجوم اطلق وزراء موجه من التهديد والوعيد موجه لم تردع حتى مسؤولين من الائتلاف الحكومي من الاقرار بان ما جرى يمثل حدثا دراماتيكيا سيغير الوضع. لا شك في ان ما جرى امس حدث دراماتيكي يغير الوضع والحديث عن وقوع اصابات من عدمه ليس الامر المركزي، الامر المركزي هو ان ايران هاجمت اسرائيل من سوريا للمره الاولى رسميا وهذه هي الدراما. نحن بحاجه الى الامريكيين لوقف تدهور الوضع، نحن في معركه متصاعده وما من كوابح. انتشار حالة من الهلع في أوساط المستوطنين في الشمال دفع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى القفز بين قنوات التلفزة الإسرائيلية لبث رسائل تهدئة والدعوة إلى العودة إلى الروتين الطبيعي. نحن على اتصال مع السلطات المحلية ومع السكان في المنطقة الشمالية. توجيهاتنا لهم هي العوده الى الحياه الروتينيه قمنا فقط بتجنيد مقلص جدا في بعض الوحدات التي تتطلب جهدا اضافيا بيان الجيش الاسرائيلي الذي حمل ايران مسؤوليه الهجوم عده دليلا على الهدف الذي يقف وراء تمركز القوات الايرانيه في سوريا والخطر الذي تمثله على اسرائيل وسائل اعلام اسرائيليه قالت انه من المبكر اعلان نصر اسرائيلي على ايران في سوريا المحلل العسكري في صحيفتها اريتس عموس هرئيل اكد انه رغم كل حماسه سلاح الجو والاستخبارات فان الحذر مطلوب لان ايران لم تقل كلمتها الاخيره بعد والقصه طويله قد تستمر سنوات